السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مرحبا بكم تلاميذ الاعزاء في درس جديد من دروس التربيه الاسلاميه مكون التزكيه ودرس جديد سنتعرف عليه اليوم تحت عنوان معنى لا اله الا الله محمد رسول الله وبمعنى اخر معنى الشهادتان لنتذكر قليلا قال الرسول صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس بني الاسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله اقامه الصلاه ايتاء الزكاه صوم رمضان حج بيت الله الحرام لمن استطاع اليه سبيلا اذا لكي اكون مسلما حقيقيا يجب ان اطبق والتزم بهذه الاركان الخمس اذا اليوم سنتعرف على الركن الاول من اركان الاسلام الشهادتان لاحظوا وتأملوا هنا أصدقائي انظروا لهذه الأشياء أمامكم هذه ملابس من صنعها؟ من خاطها لكي تصبح جاهزة لكي نلبسها؟ إنه الخياط وانظروا إلى هذه المائدة لاحظوا هذه المائدة والكراسي الخشبية من صنعها؟ إنه النجار، إذا النجار هو الذي صنعها، وهناك أيضا الحلوى والكعكة، إذا من يصنعها ويحضرها؟ جيد إنها الأم أو الإنسان عموما، إذا كما نرى لكل شيء صانعه، إذا الملابس صنعها الخياط، الكراسي الخشبية صنعها النجار، والحلوى تصنعها الأم، إذا لكل شيء صانعه. والان فكروا اكثر هل تعرفون يا اطفال من خلقنا ومن خلق البحار والنبات والحيوان من خلق النجوم والكواكب من خلق السماء بهذا الجمال وخلق الشمس والقمر لقد قلنا سابقا لكل شيء صانعه اذا من خلق هذه الاشياء من اوجد هذه الاشياء كلها لا يمكن ان تكون من صنع الانسان ولا يمكن ان تصنع من فراغ لا بد لها من قوه عظيمه تخلقها اذا لا بد ان يكون لها خالق هذا ما نريد ان نعلمه من هو خالق هذه الاشياء ومن خلقنا وخلق السماء وخلق النبات وخلق الحيوان وخلق كل شيء إذا هناك قوة من هو انظروا أكثر إلى هنا إذن إذا إذا مرضنا من يشفينا من ندعوه بأن يشفينا وانظروا إلى هذه الخيرات إلى هذا الماء المتدفق من السماء من يرسله إلينا من يعطينا إياه من يطعمنا ومن يسقينا طبعا هناك خالق عظيم هناك قوة عظيمة ترحمنا وتسقينا وتطعمنا، طبعا يا تلاميذي الاعزاء هو الله الواحد الاحد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الذي خلقني فهو يهديني. والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحييني. إذا من خلال هذه الصورة ندرك أن هناك رب عظيم، لا إله إلا هو الواحد الأحد، ونشهد ونعترف بأنه واحد لا شريك له. فمن هو الله؟ الجواب سنجده في سورة الإخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. إذا بعد معرفتنا بالخالق العظيم الرزاق الشافي الرحمن الرحيم نقر نقر ونعترف ونشهد ان لا اله الا الله عندما نقول لا اله الا الله يعني لا معبود ولا خالق الا الله رب العالمين والدليل على ان لا اله الا الله قوله تعالى وهو يخاطبنا في سوره محمد فاعلم انه لا اله الا الله، اذا من هنا ندرك ان لا خالق الا الله ولا معبود الا الله، وقال ايضا لا اله الا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الاولين، اذا فهل لا زال هناك شك بذلك؟ طبعا لا نقر ونشهد ونعترف بأن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال الله تعالى في سورة الفتح: محمد رسول الله، إذا هذا اعتراف واضح وأمر من الله تعالى بأن محمدًا صلى الله عليه وسلم هو رسول من عنده لكافة الناس، فمن هو محمد؟ قرأنا سابقًا عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وتعرفنا عليه أكثر، هو محمد بن عبد الله. أمه آمنة بنت وهب مرضعته حليمة السعدية ولد وتربى يتيما لكنه كان على خلق عظيم لهذا فقد اختاره الله ليبلغ رسالة الإسلام ويعلم الناس تعاليم ديننا إذا الرسول الكريم هو الذي علمنا كيف نصلي علمنا كيف نصوم علمنا كيف نعبد الله وكيف نتعامل مع الناس كيف نتعامل مع, مع بعضنا البعض وعلمنا أكثر كيف نسير في الطريق المستقيم الطريق الذي يوصلنا إلى الجنة إن شاء الله لنفهم أكثر على من أنزل القرآن قرأناها في سورة القدر، طبعا أنزل القرآن على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إذا نقر ونشهد ونعترف أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله الله إلى الناس كافة. إذا تلاميذ الأعزاء تعرفنا وفهمنا جيدا معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله إذا هذه الشهادة يجب أن نؤمن بها بقلوبنا وبعقولنا نعمل بها فنحن كل يوم نسمعها وتصل إلى أعماقنا وتبد في روحنا شعور بالسكينة والهدوء فلنسمعها مجددا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله خلاصه تلاميذ الاعزاء نقتنع بان لا اله الا الله محمد رسول الله هي الركن الاول من اركان الاسلام اعتقدها في قلبي وانطقها بلساني واعمل بمقتضاها بجوارحي والتزم بان اؤمن ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله اعيد التزم بان اؤمن ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله لنستثمر الان ما تعلمناه اتعرف الجواب الصحيح لا معبود إلا الله تعالى، أؤمن أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، أعبد إلها غير الله، من بين هذه الاقتراحات، ما هو الاقتراح الصحيح في نظركم؟ فكروا جيدا، لا معبود إلا الله تعالى، هو جواب صحيح أحسنتم. أؤمن أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله أحسنتم هو كذلك جواب صحيح أعبد إلها غير الله هذا جواب خاطئ أحسنتم لأننا لا يجب أن نشرك بعبادة الله أحد لا يجب ان نُشرك بعباده الله احد اذا اردد اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان